حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة حضرموت الفضائية، نبدأها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية بوادي حضرموت. مناقشة الاتجاهات العامة لخطة التحضير لمؤتمر الاستثمار الأول بشبوة. اجتماع يقر معالجات لضبط أسعار بيع الأسماك بحضرموت. حالة إنسانية لطفل سيامي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لمعالجتها خارج البلاد. من الإيجاز إلى التفاصيل، مرحبا بكم. افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بمديرية شبام مشروع قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى شبام ومشروع بناء الدور الثاني لثانوية شبام للبنات، ويتضمن المشروع قاعات وصفوف دراسية. وفي سياق ذاته أعلن المحافظ البحسني عن منحتين دراسيتين للطالبات المتفوقات الحاصلات على المركزين الأول والثاني على مستوى الثانوية على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكدا أن ذلك يأتي لتشجيع الطالبات على التنافس في التحصيل العلمي. كما دشن المحافظ البحسني ترميم المشروع الطارئ لمباني مدينة شبام التاريخية وإعادة تأهيل المدينة بتمويل من الشركة العربية اليمنية للإسمنت المحدودة بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 43 مليون و500 ألف ريال يمني. ويتضمن المشروع إنقاذ المباني المتضررة إنشائيا من مياه الأمطار والسيول، إضافة لترميم أسطح وواجهات المنازل الطينية القديمة وصيانة أسقفها، علاوة على تدعيم المباني الأكثر تضررا وأعمال خشبية أخرى. وفي سياق متصل اطلع محافظ حضرموت على مشاريع إعادة تأهيل مدينة شبام التاريخية الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 5 ملايين دولار. وفي ذات السياق طلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بمديرية القطن على سير أعمال التشطيبات النهائية الجارية في مدرسة العقاد التي تضم 11 صفا دراسيا بكلفة إجمالية بلغت 465 ألف دولار. وعلى صعيد متصل، تفقد المحافظ البحسني مستشفى الحياة العام بالقطن وسير العمل الجاري في مشروع بناء قسم الطوارئ التوليدية الشاملة وملحقاتها ومركز رعاية الأمومة والطفولة بمستشفى القطن. وضع محافظ حضرموت حجر الأساس لمشروع المجمع الحكومي بالقطن وافتتاح المعهد التقني البيطري الزراعي بالمديرية. كما دشن محافظ حضرموت العام الجامعي الجديد بكلية الحقوق والعلوم الإنسانية بالمجمع الأكاديمي التقني. من جانب آخر، اطلع محافظ حضرموت على سير العمل في إدارة الأمن بمديرية القطن ومستوى الانضباط والتشطيبات الجارية في مبنى إدارة الأمن والأعمال الإنشائية الجارية في بناء السجن إدارة أمن المديرية. نحن اليوم زرنا مديرية شبام، مديرية القطن، والآن متواجدين في المجمع الأكاديمي في مديرية القطن، مجمع أكاديمي فيه كليات وفيه معاهد وفيه كثير من الأمور. اليوم تم افتتاح المزيد من المدارس، وضع حجر أساس لمزيد من المدارس في قطاع التربية والتعليم، وأيضا تم افتتاح المزيد من المشاريع في القطاع الصحي، وتفقد بعض المشاريع التي هي على وشك الانتهاء. واهم هذه المشاريع في القطاع الصحي اليوم التي تم افتتاحها وضع حجر اساس لها مستشفى القطن التي هو على وشك تفقد العمل فيه، وهو على وشك ان شاء الله الانتهاء من العمل فيه، وايضا المستوصف الطبي الموجود في هذا المجمع، وايضا مدرسه في القطن ثانويه ومدرسة أيضا في شبام ثانوية، ومشروعين لترميم مدينة شبام من قبل منظمات وأشخاص آخرين. هذا عمل كبير، سيتواصل هذا العمل الكبير يوم غدا وبعد غدا. ما سرنا اليوم خلال هذه الزيارة أننا مشينا بالسيارة، خرجنا من سيئون ووصلنا إلى شبام
ودخلنا شبام وتجولنا في جميع أحياها وافتتحنا مشاريع فيها وتفقدنا عمل العمل في سير العمل في مكتب الإدارة المحلية مديرية شبام واتجهنا نحو القطن وخرجنا من اليسار إلى اليمين في طرق متفرعة وجدنا أن الأمن تم تأمينه بشكل جيد. نحن جينا بدرجة أساسية من أجل رفع مستوى الأمن وبدرجة أساسية افتتح هذه المشاريع وأعطاها دفعة قوية بالنسبة للتنمية. فأريد أن أطمن المواطنين في حضرموت سواء كان في الساحل أو في الوادي أن الملف الأمني سيحظى باهتمام خاص، وسأصدر في الأيام من اليوم بكرة قرار بتشكيل لجنة مساعدة للأمن في الوادي، سيترأسها وكيل الأمن وسيمضي أسبوع للعمل هنا وكل شهر سيأتي أسبوع للعمل في هذا في الوادي، وهذا سيدفع بعملية تقديم المساعدة إلى خطوات متقدمة بإذن الله. وجه المحافظ البحسني بإعداد دراسة متكاملة لصيانة الأجزاء المتضررة من قصر سيئون وتوفير كادرا مؤهلا للعمل فيه في سياق الاهتمام بالآثار والمتاحف ومعالم المحافظة. جاء ذلك خلال زيارته لقصر ومتحف سيئون للتعرف على الآثار الإسلامية والمنابر القديمة والمقتنيات الأثرية والإكسسوارات الفخارية المتواجدة بالمتحف. من جانب آخر، وجه المحافظ البحسني بإعداد الدراسات اللازمة للمخطط العام لجامعة سيئون على أن تتضمن الدراسات تصورا بمباني الجامعة المستقبلية ومرافقها، وتشمل كليات ومراكز علمية ومبان إدارية ومصالح عامة وحدائق. ناقشت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستثمار الأول بمحافظة شبوة في اجتماعها برئاسة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو الاتجاهات العامة لخطة عملها للمؤتمر، واستعرضت اللجنة التصورات الأولية التي استخلصتها اللجنة العلمية للمؤتمر عن الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات الأساسية بالمحافظة، مؤكدين على ضرورة مواصلة اللجنة أعمالها وإبراز كافة المزايا الفرص الاستثمارية بالمحافظة ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية لها. ووجه المحافظ بن عديو بعقد ورش عمل لقطاعات الخدمات العامة والأساسية بالمحافظة لتحديد نوعية التدخلات الاستثمارية التي يحتاجها كل قطاع والعمل على دراستها وتحليلها، مؤكدا حشد كافة الإمكانات المادية والفنية والبشرية للمؤتمر، لافتا بأهميته الاستراتيجية للمحافظة وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات لها. ناقش اجتماع بمدينة المكلا آلية تنظيم أسواق الأسماك المحلية وكيفية توفير الكميات الكافية للأسواق المحلية وضبط أسعارها لتكون مقبولة وقدرة المواطنين على شرائها. الاجتماع الذي رأسه وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش أقر معالجات تتضمن إخضاع ما كميته من 1 إلى 2 طن من الأسماك المنزلة في مواقع الإنزال كافة يوميا لتغطية الأسواق المحلية، على أن تخضع الكميات المحددة لتقديرات الهيئة العامة للمصايد السمكية وفقا واعتبارات المكان والزمان. وتضمنت المعالجات إلزام الجهات المختصة بالبيع بتغطية السوق المحلية وفقا والآلية المحددة على ألا تتجاوز نسبة الربح من 50 إلى 70% وفقا وسعر الشراء. وكلف الاجتماع كلا من هيئة المصايد السمكية وصندوق النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السمكي وجمعية بائعي الأسماك ومكتب الصناعة والتجارة وأمن المحافظة وخفر السواحل وعمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية والعمليات المشتركة بتنفيذ الآلية التي تم إقرارها على أن يتم تقييمها خلال فترة أسبوعين من تاريخه من قبل هيئة المصايد السمكية وصندوق النظافة والتحسين والاتحاد التعاوني السمكي. رأس وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بمحافظة حضرموت ورشة العمل الخاصة بتطوير وتنظيم الاختبارات المدرسية التي استهدفت 500 كادر من مديري المدارس والمختصين في أقسام الاختبارات بحضور قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات. وأشار وكيل أول الوزارة عبدون إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش واللقاءات الموسعة التي تشخص بشكل كامل وواقعي الجوانب الفنية والإدارية في آلية تنفيذ الاختبارات بدءا من صفوف النقل في المرحلة الأساسية والثانوية وحتى إنهاء المرحلة الثانوية. وقال عبدون إنه على قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمديريات في تنفيذ الاختبارات الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية
وفقاً والخيارات الوزارية الثلاثة والحرص على التباعد الاجتماعي بين التلاميذ والطلاب، لافتاً إلى أن تربية حضرموت قدمت نموذجاً يحتذى به في توفير كل الإمكانات المتاحة لإجراء الاختبارات، ما أسهم في منح المكتب العديد من الامتيازات والصلاحيات الوطنية كإنشاء مركز كنترول حضرموت للاختبارات في وضع الأسئلة للاختبارات النهائية على مستوى الإقليم وإصدار بدل الفاقد وإجراء الترجمة لشهادات إنهاء المرحلة الثانوية التي تقدم هذه الخدمات مجانية للجميع. دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر الحملة الوطنية للتحصين ضد الشلل الأطفال بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة اليونيسف. وفي التدشين أكد أمين عام المجلس المحلي بالمهرة على أهمية إنجاح الحملة لتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، داعيا المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والتعاون مع الجهات الصحية لتسهيل مهامها والدفع بالأطفال لأخذ جرعة اللقاح اللازمة. اختتمت بمديرية الشحرة الدورة التدريبية في مجال تعليم الموسيقى التي نفذها مكتب الثقافة بالمديرية، حيث تلقى خلال الدورة 20 متدربا من أبناء الشحرة أساسيات العزف وقراءة النوتة الموسيقية لآلة العود الكمنجة والأورج وكيفية استخدامها والتعامل معها، وشهد حفل الاختتام عرضا لمعزوفات ومقطوعات موسيقية من قبل المتدربين. أثارت حالة نادرة لطفل سيامي ولد بأربعة أرجل بعد ولادته في أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة المهرة تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. نشدت المنظمات الإنسانية بتبني علاج حالة الطفل الذي ينتمي إلى أسرة محدودة الدخل. قناة حضرموت توجهت إلى مستشفى حضرموت الحديث، حيث يرقد الطفل هناك لتنقل عبر منبر القناة مناشدة أسرة الطفل لعلاجه في أحد المستشفيات المتخصصة خارج البلاد. المزيد في سياق التقرير الآتي. في حالة خلقية نادرة ولد هذا الطفل بأربعة أرجل مع تشوه في أصابع الرجلين الأماميين وحوضين ملتصقة ببعضها البعض وفتحتي مهبل غير مكتملة النمو الخارجي وفتحة شرج واحدة، إضافة إلى كلية يسرى واحدة، ليكون هذا الطفل معجزة خلقية إلهية أذهلت الأطباء بحضرموت. في اليوم الأول تم التعامل مع الطفل بأن الطفل لديه تشوهات خلقية كثيرة، أجريت لها أشعة تلفزيونية وأجريت لها عملية أشعة مقطعية. بالنسبة لحالات زي هذا الطفل، طبعا عمليات هي من العمليات المعقدة وما يسمى بالكومبلكس كيسز، هذا دائما تحتاج إلى مراكز متخصصة، والحمد لله أنه موجود عندنا هنا في الوطن العربي، هو مركز الملك سلمان هذا المتخصص في فصل التوائم، ويعني لقينا مبادرة من قبل مركز الملك سلمان في نقل هذا الحال، نقل الطفل أسرع، كل ما كان التدخل أسرع، الاهتمام بالحالة هذا بيقدر إلى نتائج كويسة. أحمد محمود والد هذا الطفل الذي يعمل كمعلم في أحد المدارس بمحافظة المهرة شرقي البلاد ارتضى بذلك القدر المكتوب، إلا أن التكاليف المالية الباهظة كانت العثرة التي وقفت أمامه في ظل ظروفه المعيشية الصعبة. فالبادرة كانت طيبة من قبل إدارة مستشفى حضرموت الحديث التي استقبلت الطفل في الحضانة دون النظر للجانب المادي، لتأتي بعد ذلك تفاعلات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بجمع مبالغ مالية تعين أسرة الطفل وتخفف من معاناتهم. أتانا هذا الولد قدر الله سبحانه وتعالى توام بس ناقص لم يكتمل، ولم نكتف هذه الحالة إلا بعد الولادة. فنحن نناشد مركز الملك سلمان بالأسرع في هذا، لأنهم بدوا لنا أعطونا كأنهم يعني بيتبنوا هذه الحالة، فنطلب منهم الأسرع في نقل هذه الحالة حتى تأتي إلى إن شاء الله تأخذ عملياتها الكاملة. هو طبعا يحس يقول دكاترة أنها لها أكثر من عملية. تبين أن الموضوع كبير جدا وأن الحالة لا يمكن أن تعملها عمليات هنا في بحكم قلة الإمكانيات، فكان الوضع ميؤوس منه جدا يعني. فكان أبو والد الطفل كان يعني راضي بقضاء الله وقدره وقال اللي تشوفونه أنتم، فخطط علينا فكرة إن إحنا نعمل مبادرة، واخترنا طبعا سفراء السعادة لعمل مبادرة
فماشي تقريبا حتى ساعتين ثلاث ساعات حتى وصل الخبر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الناس الذين قاموا بالنشر الى 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 مركز الملك سلمان شخصيا، وتم التواصل مع مع معانا من قبل مركز الملك سلمان، والحمد لله على كل حال ابدوا استعدادهم. لا يزال أنين هذا الطفل يسمع وسط الحضانة، ليحتاج بشكل عاجل السفر إلى الخارج في مستشفيات كبرى متخصصة في مجال التوأم السيامي لإجراء عملية لفصل القدمين وعمليات متخصصة للجهاز التناسلي. فحالة هذا الطفل السيامي بالمكلا وأسرته تناشد أهل الخير والإحسان ومنظمات المجتمع المدني والضمير الإنساني العربي والإسلامي والعالمي بسرعة التدخل وتبني علاج هذه الحالة الخلقية في أسرع وقت ممكن. وللمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف مدير مبادرة سفراء السعادة محمد بحبارة. أهلا بك معنا أخ محمد. اهلا وسهلا، حياك الله. في البدايه نريد ان نعرف منكم كيف وصلت لكم هذه الحاله او تفاصيلها لتطلقوا بعد ذلك المناشده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في بدايه الامر اذان اتصال من احد الاطباء الموجودين في مستشفى حضرموت بوجود حاله نادره، حاله استثنائيه تحتاج للتدخل السريع والعاجل جدا، عباره عن طفل سيامي ولد باربع ارجل. طبعا نحن في البداية اعتذرنا من قبول الحالة كونها احدى الحالات اللي ما نتدخل فيها وهي المبادرات المتعلقة بالسفر للخارج، لكن طلب الدكتور كان على اساس انه تكون عبارة عن مناشدة لاحدى المراكز الكبرى في خارج الجمهورية بتبني الحالة، ولا يريدوا كانوا جمع تبرعات لها، بس يريدوا لكن يريدوا ان تتواجد جهة كبرى تتبنى هذه الحالة. فصغنا المنشور مباشرة المناشدة أنا والدكتور أشرف فهد باصليلة اللي كان مرافق للحالة بشكل دائم ومرافق لأهلها، وكنا نحن نستسقي المعلومات والبيانات منهم. فالحمد لله أول ما نزلنا المنشور لقينا التفاعل. طبعا سفراء السعادة هي من 2015 هي في هذا المجال، لكن هذا المنشور أكبر منشور كان التفاعل معه بشكل كبير. فالأمر مش ما في أي تعجب كون أنه هذه الحالة تعتبر من النوادر جدا، يعني الآن لو صرنا في العالم كله يمكن نلاقي حالة أو حالتين موجودة. فالحمد لله كان هناك تفاعل كبير ووصلت المناشدة إن شاء الله بإذن الله لأكبر عدد من المشتركين والمشاهدين في مواقع التواصل الاجتماعي. جهود كذلك بذلتموها أيضا، إلى أين وصلت هذه الجهود وما هي النتائج الأخيرة لهذه المناشدة؟ طبعا قيادة تواصل معنا بعد ساعتين من إطلاق المبادرة من قبل قيادة مركز الملك سلمان وطلبوا التقارير والفحوصات والأشعة للحالة، تم إرسالها لهم مباشرة. بعدها طلبوا مننا أن احنا نجهز جوازاتهم، كانت الأسرة أيضا بلا جوازات، فيوم الخميس والجمعة ما قصرت قيادة الهجرة والجوازات المتمثلة بالعميد فهمي بلكديش أصدر لهم الجوازات في يوم ونص وأرسلت للقيادة في مركز الملك سلمان. الآن نحن منتظرين منهم إكمال الإجراءات الطبية وإن شاء الله بإذن الله نقول إن هناك تدخل سريع سيكون لتبني هذه الحالة في العلاج للعلاج في مركز الملك سلمان إن شاء الله بالسعودية. شكرا لك أخ محمد، ونحن نتمنى الشفاء لهذه الحالة وأن تتلقى كامل علاجها وجميع عملياتها في خارج البلاد. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بالحالة الجوية والبحرية الصادرة من وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت.
ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. محافظ حضرموت يفتتح ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية بوادي حضرموت. مناقشة الاتجاهات العامة لخطة التحضير لمؤتمر الاستثمار الأول بشبوة. اجتماع يقر معالجات لضبط أسعار بيع الأسماك بحضرموت. حالة إنسانية لطفل سيامي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي لمعالجتها خارج البلاد. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من استديوهاتنا من المكلا. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله ورعايته.